السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة من جديد وفي فيديو جديدة. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بألف خير وصحة جيدة. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالي وكذلك الناس القدام. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكيكة بالشوكولاتة والكاكاو، كتجي زوينة بزاف. بالنسبة للمكونات عندي هنا غنحتاج البيض، انا غندير طريقة في نفس الوقت غنقول لكم المكونات. عندي هنا في اناء غنوضع 3 ديال البيضات، وبالنسبه بالنسبه للعبار انا عبرت هنا بهذا الكاس اللي كتشوفوه هنا. بالنسبه للزيت والسكر وكذلك الحليب نفس الكاس، يعني نفس الحجم باش عبرتهم. غنضيف السكر الزيت عفوا، المهم الاهم انه هو يكون العبار ديالهم قاد. عندي كذلك واحد الساشيه ديال الفاني. صافي غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هذا باش نعبر الكأس ديال السكر، نفس الكأس اللي عمرت به الزيت. يمكن لكم تنقصوا او تزيدوا على حسب درجة الحلاوة اللي كتعجبكم. الا عجبكم ديروا كمية اقل او اكثر من هاد. بالنسبة للسكر فقط لكم الاختيار. وصافي غنضيفه وغنخلط بالباتورة والخلاط، يعني اي حاجة عندكم في الدار تخلطوا بها. انا استعملت هذا الخلاط. صافي بعد ما خلط غنضيف الحليب. وبالنسبة للحليب انا عندي هنا غنضيف بودرة الكاكاو وغنضيف نسكافي كذلك كوبي، ولكن مع هذا الحليب غنضيف ملعقة ديال نسكافي درتها في هذا الكاس وغنضيفها ليه، يعني ذوبوا ملعقه ديال النسكافي في الحليب بعد باش تضيفوه باش تسهل عليكم عمليه الذوبان. بهذه الطريقه غنحركو وغنضيفو الخليط. هذه الكيكه كتجي زوينه بزاف ومعلكه. وغنضيفو كذلك واحد الساشيه ديال بودره الكاكاو. وعندي هنا كما قلت لكم الساشيه ديال بودرة الكاكاو. وغنعاود نخلط بالباتور هكايا او الخلاط اليدوي ونتلقى معكم ان شاء الله بعد ما نضيف الدقيق بالتدريج وجوج خمارات ديال الحلوه. هادشي اللي ضفت في الاخير مع ملعقتين كوبيل. هنا غنضيف 3 معالق كبار ديال بودرة كاوبيل او كاكاو. المهم انا استعملت كاكاو وكذلك نسكافو وكاوبيل. وصافي في الاخير غنضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبة للدقيق على حسب الخليط حتى نصالي خالدين. نتلقى معكم ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل الاخير ديال القوام ديال الكيك ديالنا. خصو يجي على هذا الشكل، ما يجيش جاري بزاف وما يجيش عاوتاني العكس قاصح باش يجيكم خفيف وناجح 100%. دابا غنخوي في المول اللي غندخلو الفران اللي ديجا دهنتو بهذه الطريقه.
وصافي غندخلها الفران حتى تطيب ليا على درجة حرارة يعني متوسطة، عاد باش نسقيها بعد ما نخرجها من الفران ان شاء الله غنسقيها بلاصوص اللي غنحضرو بماء سخون، وغنضيف ليه ملعقة من نسكافيه، ملعقة من كاكاو، ملعقة من بودرة كاكاو، وغنسقي به الكيك ديال من الفوق عاد باش نزينو بدانات دانيت ديال الشوكولاتة والفيرميسيل من الفوق. إذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا جاهز.